ازيك يا السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اولا انا عبد الرحمن بدوي وايمن ممدوح، هنقدم لكم البرزنتيشن النهارده. اول حاجه بس احب افكركم ايه المبادره دي؟ قول عشان انا جاي ورا صبري. اول حاجه افكركم بس ايه المبادره دي؟ المبادره المنطقيه ان انا استخدم الحجر بطريقه بتكتب منطقيه، ولكن في الحقيقه هي غير منطقيه. طبعا انتوا عارفين التعليم، بس انا بفكركم المغطى اللي احنا اخترناها النهارده، احنا اخترنا مغطى اسمها التحريف او رجل الفرش. ايه التحريف؟ التحريف ببساطه ان انت تحرف حته الغير بحيث ان هي تبقى هدف سهل ممكن اقضي عليه او اقضي عليه. احنا عاوزين بس نشوف التحريف ده بيتم ازاي. اول حاجه صاحب الحجه اللي هو بيقول الحجه قويه، تمام، بيقول الحجه، والمعارض اللي هو عاوز يعرض الحجه يبقى فاهم الحكايه كويس جدا، بس عاوز يطلع الراجل قدامه غلطه. فبيعمل ايه؟ بيحاول يحرف الحته بتاعته دي بحيث ان هو يظهر الجنب اللي ممكن يبقى غلط فيه، تمام؟ بعدين يقعد يقلبها في دماغه ويقول الحاجه اللي هو فكر فيها. ففي الاخر يروح قايل لصاحب الحته القويه تقول له انت حجتك باطل، تمام؟ احنا قلنا ان التحريف اسمه الرجل، ممكن مسمى تاني يعني اسمه الرجل المشي. ايمن دلوقتي احنا عرفنا ان التحريف، التحريف ليه اسم تاني هو الرجل القشري. طب ليه اسمه الرجل القشري؟ لان الشخص لما بيقول حاجه معينه بتبان للشخص اللي قدامه اللي عايز يعارضه ان هي اكنها شخص حديدي مش عارف يواجهه، فبيضطر ان هو يحرفها ويخليها اكنها زي شخص رفع القش عشان يعرف يواجهه ويوقعه في الغلط. يعني بمعنى اصح بياخد الحاجه بتاعته وهو عارف ان هي صح ومنطقيه وسليمه، بس هو بيحرفها عشان يعرف يواجهه يخليه ان احنا كده في الاخر لا ده غلط. ده انت وصلت دلوقتي. انا هنعرف امثله اكتر عشان نعرف المعنى كويس. اول حاجه احنا عندنا المثال الاولاني، اخ واخت قاعدين في البيت، فالاخ بيقول لاخته على فكره بيقول اللحم الدجاج ده مفيد جدا، تمام؟ فربت عليه الاخت بس على فكره لحم الغنم ده جميل جدا، تمام؟ فكلامها صحيح وما فيهوش اي مشكله. راح هو بقى ايه عاوز يحرف الحاجه بتاعتها او يطلعها غلطان، فقال لها على فكره احنا فقراء بالنسبه لنا لحم الدجاج افضل لان لحم الغنم غالي جدا، تمام؟ معانا مثال تاني برضه عايزين نقدمه. في اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض، فواحد قال لصاحبه انا شايف ان الدوله لازم تعلي ميزانيه التعليم لان التعليم مش كويس. فصاحبه رد عليه وقال له انا مستغرب من وجهه نظرك، ازاي عايز الدوله تقلل من ميزانيه الصحه والناس اصلا مش لاقي مكان في المستشفيات ومش لاقي اصلا العلاج مش منتشر؟ فهنا بنشوف ان الشخص اللي قال الحجه اللي بتزود ميزانيه التعليم، الثاني هو عارف ان الحجه دي صح وسليمه، بس هو مش عارف يواجه ازاي. فخد الحجه اللي هو قالها وادركها وحرف فيها شويه وقال له حاجه ثانيه خالص ان يعرف يواجهه ويغلطه بمعنى صح. حد عنده اسئله يا جماعه؟